سأتناوله من وقائع في مرافعتي كافيا بذاته أن أبلغ به العقاب المنشود. فجميع ما اقترفوه من جرائم قد ارتكبت تحت نظاظة جماعة متطرفة بأذرع مسلحة وهيكل تنظيمي معلوم. جلت تقاسيم هيكلته جلوما واضحا بأوراق تلك الدعوة. فذلك التنظيم يا سيادة الرئيس تشكل وتكون كتابع ورديف لتنظيم داعش الإرهابي عبر تلقي التكليفات بهيكلته في الداخل المصري تلبية لنزغات قوات ذلك التنظيم الفاجر بالخارج. فتلقى الهارب في جحيم ربه محمد سلام محمود عبر مواقع التواصل الاجتماعي أوامر الإفساد في الأرض وأوهام العبث تحت سماء مصر لاستقطاب المغيبين وجمع المتنطعين في محفل للعهر الفكري أسموه ضمن تنظيما لدولة الخلافة الإسلامية أي خلافة تلك التي يرمون إليها؟ هي خلافة القتل والتخريب أم خلافة النهب والسرقة والترهيب؟ هي خلافة قطع الرقاب على شطآن بلاد العرب بعد أن كانت هادئة مطمئنة؟ أم خلافة التصوير السينمائي المتقن لحرق البشر أحياء؟ فخيالكم المريض ما زاد واقعنا المرير سوى مرض، وإسلامكم الغريب ما أصاب سمعة الإسلام إلا بلاء. فإسلامكم ليس بإسلام محمد، وشريعتكم لن تؤتي تابعها إلا أن يكون في النار مخلد. فالطاغوت الهالك على علم بذلك الآن بعد أن تبوأ مقعده في السعير جزاء لاستقطاب التابعين له من الأول حتى الرابع عشر نفاذا لأوامر سيده وصيف الشيطان. فتوحدوا جميعهم على مبدأ واحد واجتمعوا على هدف واحد إسقاط الدولة المصرية. فصوبوا نيرانهم تجاه أعمدتها قضاء وجيشا وشرطة يريدونها خرابا مستطيرا ناسين أن الدولة المصرية محمولة على سواعد الرجال لا أشباه الرجال أمثالهم. رجال لا يخافون قتلا أو ترهيبا، رجال يعلمون أن موتهم حياة لبناء الأوطان. أقسموا قسما غليظا ويأبون إلا أن يبروا قسمهم، ولكن المتهمين أبوا إلا أن ينجرفوا خلف الهالك، بل وانجرف شيطانهم معلنين البيعة لشيخ المجون والإفك أبو بكر البغدادي، قواد حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، مالك الدين، أصحاب الرايات السود، أصحاب الدولة، مدعين الحق وهم ليسوا من أهله، نسبتهم القرى، أسوأ أسماءهم الكنى، شعورهم مرخاة كشعور النساء. كيف لك بكل هذا الغيب يا رسول الله؟ صدقت يا محمدا يا نبي الله، فقد رأيناهم هو العين، وبأمرك ستكون لهم عثرة نقتص منهم كما أمر الله. سيد الرئيس، أعلنها مبايعة على السمع والطاعة في المنشط والمقبرة، مبايعة على سمع وطاعة في تكفير المؤمنين، سمع وطاعة في المنشط والمقبرة بارتكاب أقصى الجرائم وأشدها عظما. وبتلك المبايعة أضحى المتهمون تابعون لشيخ الإثم والعصيان ومنفذون لتكليفات شيطانه. فقسموا إلى مجموعتين تولت كل منهما تنفيذ مخططات التنظيم الإرهابي، وتولى الهارب محمد سلام محمود مسؤولية المجموعة الأولى والتي نبت شيطانها في غضون العام الخامس عشر من الألفية الثالثة، وضمت في عضويتها المتهمين الأول والثاني والثالث، ونفذوا جرائما لن نميل من الطواف حول مشاعر. ونستهلها بواقعة استشهاد مجند الشرطة محمود السيد الأمين وإصابة أمين الشرطة رفاع محمد عبد الحليم السيد. ففي ليلة 28 من شهر سبتمبر للعام الخامس عشر من الألفية الثالثة وبطريق القاهرة أسيوط الزراعي
افتدى رجال طول الأمن مار الذكر بأجسادهم كل آمن تحت سماء مصر. بعدما وضعوا أنفسهم طاعية وشرفا واختيارا دروعا بشرية تحت إمرة هذا الوطن، ساعين بمركبتي شرطة وبعددهم القليل لتمشيط ذلك الطريق من أوبئة الفكر وجراثيم هذا الزمان. وفي لحظة واحدة بلغت فيها الخسة أوجها والندالة ذروتها، تحين كلاب أهل النار على جوانب ذلك الطريق مستترين خلف النخل في جبن مشهود ليطلقوا رصاصات الزور والتكفير والبهتان صوب رجالنا دون أن يقوا على مواجهة مباشرة تفصل الرجال عن الغلمان. فارتقى من الرجال شهيدهم وأصيب بعزة الفداء من أصيب. وفي تلك الواقعة سيد الرئيس كادت الخسة أن تبكي خستها وكاد الغدر أن ينهر غدرا، فلولا أن أراد الله لهما وجودا ما علمنا شرف رجالنا ولا عزة سواعدنا. سواعد بقت مرابطة في كل واقعة من واقعات تلك الدعوة والتي كان ثانيها واقعة معنونها لحضراتكم بعنوان قتل لمزيد من القتل. فكان مهرب الفئة الباغية في تلك الفاجعة سيد الرئيس هو قتل المرابطين بالارتكاز الأمني أمام قرية المنوات. ليس للقتل كمهرب فاسد في ذاته، وإنما لسرقة العتاد وارتكاب المزيد من القتل. ففي صبيحة 28 من شهر نوفمبر للعام 15 من الألفية الثالثة وبمنطقة سقارة السياحية أمام مدخل قرية المنوات بمحافظة الجيزة اندس فيها رؤوس الخراب والدمار من تلك الجماعة الإرهابية. بعدما قام برصدها الهالك محمد سلامة وبرفقته المتهم الثاني أحمد سلامة لأيام طوال، وقفوا خلالها على مدخل غدرهم ومنفذ قتلهم للرجال من القبور. فلولا الغدر ما كانوا، ولولا الخسة ما داموا، فلا هم من الرجولة بشيء، بل هم أنصاف الرجال. فأنصاف الرجال يا سيادة الرئيس، وقبل ارتكابهم لجريمتهم بليلة واحدة توجهوا صوب أهدافهم الحية إيذانا بالتنفيذ الفعلي. إلا أن صوت الخوف نادى: يا أذناب الخوف ولوا أدباركم، فاثنين من الرجال خارج براثن شرككم سيهب لنجدة المغدورين وستلقون اليوم حتفكم. فهنا يا سيادة الرئيس، وحين لاحظ الجبناء